إبراهيم، وأهلا بيكم في برنامجنا كل يوم جديد. النهارده هنعمل مع بعض اللحمة بصوص المشروم. الموضوع سهل جدا، تعالوا نشوف إزاي هنعمل اللحمة بطريقة اقتصادية جدا بالمشروم في البيت. أول حاجة محتاج المكونات بتاعتي: كيلو من اللحمة الشرايح وهنقطعها زي الشاورما، كوبايتين من المشروم أو طبق مشروم صغير، بصلة مبشورة، بصلتين حمر، فلفل ألوان، معلقة صغيرة من الثوم، معلقتين كبار من الخل، معلقة كبيرة من الدقيق، وكوبايه من الحليب، وربع كوبايه من الصوص صويا صوص الغامقه، مكعب من الزبده، وزيت وملح وفلفل اسود. هنبدا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها ان احنا نتبل اللحمه بتاعتنا. هاخد اللحمه الشرايح دي مع البصله المبشوره، واقوم واخد من البصله ميتها بس كده، واعصر جامد، والميه بس عشان التفل ده هيبتدي يتحرق في الطاسه، فمش عايز اخد التفل خالص. انا هاخد ميته بس واحط اللحمه بتاعتي مع ميه البصل، واخد معاها ملح وفلفل اسود. يبقى اول حاجه هنتبل اللحمه، ويا ريت نعمل ده من قبلها بيوم، ان احنا نحط فلفل اسود مع ميه بصل وملح. الموضوع بسيط جدا بس صدقوني هيفرق كتير جدا. طيب اللحمه بتاعتي دلوقتي، طبعا الوصفه دي من اللحمه البتلو، لازم تعمل بلحمه بتلو عشان تبقى كويسه قوي. طبعا بما ان ده مش متوفر كتير او هتكون سعرها غالي شويه، فهعمل ايه؟ حتى لو اللحمه بتاعتي عجوزه وجايب شرايح اي نوع لحمه يعني، اقوم جايب معلقه من الخل ومعلقه من الزيت، احطهم على التتبيله بتاعتي عشان اللحمه بتاعتي ما تشدش لما اسويها، سواء بقى هعمل صوص لحمه او هعمل شاورما. اهو حطيت معلقه من الزيت او معلقتين ومعلقتين من الخل، واقلب دي كده، وبكده انا اللحمه بتاعتي مش هتشد وطعمها هيبقى حلو جدا، حتى لو عملتها كده ايه زي الشاورما. خلاص ظبطت دول. بعد كده هعمل ايه بقى؟ اروح على الخضار بتاعي، وابتدي بقى اجيب الفلفل الالوان مع البصل، واظبط كل الحاجات دي جنبي هنا كده، ونبتدي نقطعهم. وهاخد اللحمه، طبعا انا لو ناقع دي من قبلها بيوم فهسويها على طول. هنحط اللحمه تستوي عشان ما نضيعش وقت، ونسوي الخضار ونقطع الخضار عشان نسويه. هنزل بقى بالزيت كده، وعايز الجريل بتاعي يبقى مولع جدا زي ما انتم شايفين، وابتدي احط اللحمه واوزعها كده في الطاسه عشان ما تتسلقش، عايزها تتحمر. ابتدي بقى بصوا، يعني مجرد ما حطيت دي شميت ريحه ميه البصل والملح والفلفل على طول. بعد كده بقى هبتدي على البصله بتاعتي، عايز اقطعها جوليان. هجيب البصله كده واقوم قاطع من الناحيه دي، واخد الحرف ده شايله. بعد كده هقسمها كده وابتدي اقطع بالشكل ده كده. احنا قلنا قبل كده كذا مره ازاي بنمسك السكينه، بنعمل ايدينا كده ونبتدي نقطع. هقطع بقى كل دول نفس الموضوع اهو تاني. هقوم واخد دي من هنا. البصل بقى طبعا والفلفل والمشروم وكل الحاجات دي اختياري، انت ممكن تزودي حاجه، تقللي حاجه، عايز تحطي كوسه، تحطي جزر، عايز تقطعي اي حاجه تزوديها على الخضار، ليكي طبعا مطلق الحريه. عايز تحطي فلفل اخضر بس، مفيش اي مشكله. طبعا الوصفه دي الاساسي بتاعها الكريمه، فاحنا النهارده هنستبدل الكريمه بمعلقه الدقيق والزبده وشويه زيت. يبقى بديل الكريمه في الوصفه دي عشان ما تبقاش الوصفه غاليه علينا قوي، كفايه اللحمه يعني، معلقه الزبده والدقيق واللبن. وهوريكم دلوقتي ازاي هنعمل ده مع بعض. هقطع بقى دول كده على ما تكون اللحمه بتاعتي استوت، عشان بعد كده ننزل بالدول على اللحمه. والمشروم كده كده في الاخر ما بياخدش سوا كتير. هقطع بقى كده، واقوم رايح على اللحمه بتاعتي مقلبها عشان عايزها كلها تتحمر، ما تنزلش ميتها كده قوي. وارجع تاني بقى اكمل. هاخد بعد كده ايه واحده فلفل اخضر كمان عشان الون الخضار بتاعي كله، هلمهم كلهم كده مع بعض بدل ما اقعد اقطع واحده واحده. عندي 4 شرايح من الفلفل، احط دول على بعض كده، واقوم ماسكهم هنا كده، واقوم عامل دي، واقوم مقطعهم كده. بصي اهو هيتقطع برده نفس تقطيعه الشاورما او الشرايح. خلصنا دول، هنخليهم على جنب، ونروح بقى نعمل الصوص. ازاي هنربطه عشان يطلع زي الكريمه بالظبط؟ عندي الطاسه على النار، هقوم نازل فيها بشويه زيت عشان لما انزل بالزبده بتاعتي ما تتحرقش. طبعا الطاسه سخنه، فالزبده لو حطيناها على طول هتتحرق، فننزل بشويه زيت، وبعد كده نروح جايبين ايه الزبده بتاعتنا، ننزل بيها كده. بصوا هي على طول دخنت عشان ايه الطاسه سخنه. واخد بقى الدقيق واللبن، واقوم رايح عندهم كده، وابتدي احرك الزبده بتاعتي، واقوم نازل عليها بالدقيق عشان اسوي الدقيق. عايزها سخنه كده، وابتدي اقلب عشان ماده الربط اللي انا بعملها دي ما تبقاش عامله حتت او كلاكيع صغيره كده. فهبتدي اقلب اول ما الدقيق ياخد اللون الاصفر ده او اللون الذهبي اقوم نازل عليه باللبن على طول كده. واضح كده اللون الذهبي اهو، اقوم نازل ايه باللبن وابتدي اقلب واسيبه بس ايه ثواني على النار. بعد كده هجيب الصويا صوص عشان اطعم ده، واقوم نازل بيها هنا واقوم مدي تقليبه كده. بصوا هيبتدي ياخد الصوص البني بتاع صوص المشروم، وارجع بقى ايه اسيب دول على النار يستووا، وبعد كده اقطع المشروم على ايه على ما اللحمه بتاعتي تستوي. هاخد بقى المشروم اخر حاجه بتعمليها، ان هو اصلا مش محتاج سوى، فالمشروم هنقطعه ونحطه في الاخر خالص بعد ما البصل والفلفل يستووا مع اللحمه. هاخد دول اهو احطهم كده على اللحمه بتاعتي عشان يستووا براحتهم، يبقوا دايبين يعني خالص. بصوا كده بقى نبص على الصوص بتاعنا. بصوا اهو ابتدى يتكون نفس الصوص بتاع الكريمه بالظبط. هقفل بقى النار على ده واسيبه وابتدي اقطع بقى براحتي على ما ايه على ما اللحمه بتاعتي تستوي براحتها خالص. قطعنا كده المشروم بتاعنا كله وحطينا اللحمه بتاعتنا على النار. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الصوص اللي احنا عملناه ده ونجيب المضرب السلك نديله تقليبه كده. بصوا هو شكله عامل ازاي. هقوم واخد بقى الصوص ده منزله على اللحمه كده، كل بقى شويه الصوص دول عشان هم دول ايه الفاكهه بتاعه الموضوع. بعد كده هجيب شويه ميه احطها على الطاسه بتاعتي او لبن او شوربه لو فيه طبعا، واقوم اقلب كده تقليبه كمان واقوم حاطط. في ناس كتير بتحط مرقه على الوصفه، بس هي مش محتاجه لان انا عامل بلحمه، يعني في ناس بتحب تعلي الطعم قوي، فلكن انا عايزه استطعم طعم اللحمه الطبيعي. هقلب بقى دي كده، هبص شويه الميه اللي حطيتهم مع الصوص هيتقلب، وابتدي بقى اسيب دي على النار. ولما هتيجي تستوي خالص بعد 10 دقايق ربع ساعه بقى تبقى اللحمه بتاعتي استوت في الصوص وشربت قوي، يعني انا عايز اللحمه دي امسكها كده تتقطع. هسيب دي بقى على النار، ممكن اغطيها ماشي، اسيبها على النار براحتها. وكل ما احس ان الصوص بتاعي ابتدى يتقل كده او ينشف هديله شويه ميه كمان واسيبها 10 دقايق ربع ساعه لحد ما اللحمه بتاعتي تستوي. اعرف ان هي استوت ازاي، ان انا امسك قطعه من دي كده واشدها تقوم مقطوعه. هنسيب دي ونرجع نكمل مع بعض ايه الخطوه اللي بعدها. فاتوا ال10 دقايق على النار واللحمه بتاعتنا استوت. هنعمل ايه بقى؟ الثوم احنا قلنا ان الثوم فوائده كل ما هيبقى ني اكتر كل ما فوائده هتبقى اكتر، فما قطعوش من قبلها وفي نفس الوقت ما سووش كتير. هحط الثوم بقى كده في النص واديله تقليبه طبعا تحت الحراره اللي طالعه، واقوم واخد المشروم بتاعي حاطه بقى هنا. بصوا المشروم في الاخر خالص اهو، واقوم اقلبه مع اللحمه. بصوا كميه اللحمه ما شاء الله، يعني ايه الكيلو بقى قد 2 كيلو بسبب البصل والفلفل والمشروم. طبعا احنا قلنا لو عايزين نزود اي نوع خضار تاني ينفع تعمله ده. بعد كده بقى محتاج ان انت تعملي خضار سوتيه او رز بسمتي عشان نتقدم دي مع دي، او رز ابيض عادي عشان نستمتع بطعم الصوص. هنروح بقى هنجيب طبق فيه رز بسمتي او رز ابيض نحطه بقى هنا كده، وناخد اللحمه بتاعتنا من على النار ونبتدي بقى ايه نقدمها. بسم الله كده نجيب بقى حاجه واسعه كده عشان ايه اعرف اخد بيها اللحمه. بصوا بقى ايه على الرز احط، او ممكن احطها في طبق كبير بقى وايه وتبقى الاكله يعني اللي عايز ياخد. بس اعتقد ان دي لو اتعملت مره في البيت هتبقى خلاص بقى نحطها على الرز عشان كله هيعجبه الموضوع وكله ايه هيحتاج يجرب. احط كده. اهم حاجه في الموضوع بقى مش اللحمه، اهم حاجه في الموضوع شويه الصوص ايه اللي تحت دول. واخد بقى شويه الصوص بتوعي كده بشويه المشروم احطها عليهم من على الوش. هاخد كده، صدقوني شويه الصوص دول مع شويه رز لوحدهم اصلا حكايه. وبكده عملنا اللحمه بصوص المشروم، وفرنا الكريمه عشان بتبقى غاليه قوي، والموضوع سهل جدا. عايزين نفكركم ان كل الحاجات اللي بنشتغل فيها هتلاقوها فين؟ هتلاقوها في سفره. فاصل صغير ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حاجه. اهلا بيكم مره ثانيه بعد الفاصل. هنعمل دلوقتي سلطه التبوله، وهي من السلطات السهله جدا اللي كلها بقدونس، مفيده جدا والموضوع بيكون طعمه في منتهى الروعه بالمزازه بتاعتها. تعالوا نشوف محتاجين ايه عشان نعمل سلطه التبوله. اول حاجه محتاج كوبايتين من البقدونس، هجيب 3-4 حزم كده عشان يطلعوا لي في الاخر كوبايتين من البقدونس المفروم. بعد كده عندي كوبايه من البرغل، عندي بصله حمراء، واحده طماطم او 2، اعواد نعناع، نص كوبايه من عصير الليمون، معلقتين كبار من زيت الزيتون، وملح وكمون. الموضوع بسيط جدا في المكونات، بس في الاخر النتيجه بيكون طعمها حلو جدا. اول حاجه هاخد البقدونس، وهي طبعا ده الحاجه الاساسيه فيه، واقوم حاطط كل الاعواد كده جنب بعضها. انا هنا مش عايز الاعواد فهقطع كده، دول هشيلهم. وبعد كده هوريكي بقى ازاي تفرمي على مره واحده البقدونس او اي حاجه خضره. يعني لو هتعملي مثلا محشي او اي حاجه وعايزه تفرمي كميه كبيره من الخضره، هتلميهم كلهم بالشكل اللي انا بلم بيه كده. بص هنمسكهم كده اهو، وخلي بالي قوي من ايديا ان انا تبقى ايديا بالشكل ده. وبعد كده يا مشي السكينه كده اهي واقطع بيها بالشكل ده، يا اما هقطع كده اهو كده. بصوا هيبتدي يطلع البقدونس بتاعي مفروم مش معصور، لان انا لو حطيته في الكبه مثلا عشان افرمه واسهل على نفسي هيتعصر، فانا بعمله كده اهو. بصوا هلاقيه نازل معايا اجدع من اي مكان اهو. والف كده تاني واخد كله تاني، لف تاني كده. بص انا بلم كده وارجع الفها تاني واعصرها عشان اتملك في ان انا ماسكتها، عشان اما افرم تطلع مظبوطه. واكمل تاني كده اهو. وبكده انا فرمت كميه البقدونس الكبيره قوي اللي انا محتاجها عشان اعمل بيها سلطه التبوله. طيب البرغل بقى هنعمل فيه البرغل هنغسله غسله كويسه، وبعد كده هتنقعيه في الميه ساعه او ساعتين، وبعد كده تحطيه على مصفى او على شاش وتعصريه عشان ينزل الميه منه خالص. ادي البرغل بتاعي اهو، انا نقعه ومصفيه من الميه. بصوا اهو حبايه طريه جدا، وده مهم ان انا اعمل ده عشان تبقى مظبوطه معايا. بعد كده هجيب بقى البوله اللي هقدم فيها واحط فيها البرغل المنقوع ده اهو، هو واخد عليه البقدونس المفروم بتاعي. واقلب البقدونس بتاعي كده عشان لو في اي اعواد كبيره هربت مني فهجنبها على جنب، واخد ده حط هنا. طيب هنيجي بعد كده التبوله بقى بتاخد بصل، ولازم البصل يبقى مفروم ناعم قوي اهو. عشان افرم البصله ناعم قوي هقوم جايب البصله واسيب الديل بتاعها ده، واقوم قاطعها بالسكينه كده، واقوم بعد كده عاملها بالشكل ده اهي. واقوم جاي من هنا، بس خلي بالك بقى عشان السكينه ما تقربش تعورك اهي. واقوم عامل كده مديها كام واحده بالعرض، 2 مثلا. وبعد كده اقوم جايب الطول من هنا كده. بصوا اعملوا الحركه دي، وفي الاخر بعد ما هتقطعها هتلاقيها بتقطع لكم بصل مفروم ناعم جدا اهو كده. نقطع بقى، بصوا طلع لي كده بصوا البصله اهي بقت ناعمه خالص. هاخد بعد كده البصله واقوم رايح حاططها على بقيه المكونات بتاعتها. وهنا في التبوله الطماطم ما بنحطش القلب بتاعها، او هي بتتعمل كده يعني بناخد اللحمه بس، فممكن نحط 1 أو 2 على حسب بقى اللي تحبوه. يعني حابه بقى حاجه معينه ممكن تزودي منها وتقللي من الثانيه، بس جربي الحاجه دايما بطعمها بتاع بلدها يعني، او زي ما اهلها بيعملوها يعني، هتفرق معاكي كتير. او بعد كده انت بقى جودي، ممكن تشيلي حاجه، تحطي حاجه، تزودي حاجه. الطماطم برضو نفس الموضوع كده اهي، افرم لازم تبقى ناعمه قوي كده، واللحمه بس. كله طبعا على على البوله بتاعتي. واقوم حاطط في البوله تاني كده، واقوم رايح بقى عندي هحط كده بقى عصير الليمون بتاعي، لان عصير الليمون بتتميز سلطه التبوله بيكون فيها عصير ليمون كتير قوي. وهنا زيت الزيتون بقى هناخد فايدته كلها، لان احنا ما سخناهوش. زيت الزيتون هنا ما تسخنش، ففايدته كلها هتبقى موجوده. طبعا احنا زيت الزيتون لو عندنا في البيت عشان نحافظ على الفايده بتاعته يا ريت ما نحطوش في حته فيها اضاءه عاليه، لان النور برده بيضيع فوائد الزيت الزيتون. حط بقى شويه الكمون بتوعي، وبعد كده ما ننساش ناخد اعواد النعناع دي او اوراق نعناع كده واقطعها. وبعد كده برضو هفرمها بالسكينه مع مع البقدونس بتاعي. مش هجيب كام عود كده وابتدي اقطعهم. ممكن تبقى دي غريبه علينا شويه، ممكن نحط نعناع ناشف لو انتوا مفيش فريش، او مش حابين ان انتوا تحطوا على السلطه نعناع فريش. اقطع كده بيكون طعمه حلو جدا. واقوم حاطط كل دول، وبعد كده بقى هجيب بوله كبيره واقوم قالب فيها كل اللي انا عملته ده، عشان اقلب بقى تقليبه محترمه كده تظبط السلطه بتاعتي. اقلب بقى كده هنا، طبعا مش هننسى ايه بعد ما نقلب، مش هننسى شويه الملح بتوعنا عشان تبقى السلطه مش ناقصها حاجه وتبقى مظبوطه جدا. حط بقى شويه ملح عليها كده واقلب، وبعد كده هرجعها في البوله تاني عشان بقى نقدمها وبتكون ليها طقوس مختلفه كده شويه. ان احنا بنجيب الخس نحطه على جوانب البوله الكبيره كده، لو احنا مثلا عاملين عزومه وعايزين بقى يعني ايه نظبط السفره بتاعتنا، احنا ندي سلطه التبوله حقها على السفره. فهاخد بقى الاوراق احطها في الجناب، وعشان اثبت الاوراق دي هاخد شويه من السلطه احطهم في النص كده، اسند بس عليهم الاوراق، وبعد كده ارجع اكمل هنا تاني. ياخد بقى الايه الورق الكبير اللي هو بيبقى اخضر قوي في الخس ده، اللي هو احنا ممكن ما ناكلوش، او احط الخس الفرنساوي وارجع بعد كده اقوم انزل بقى شويه السلطه كلها. ودوقي بقى وايه واشكريني على اجمل سلطه ممكن تاكليها في البيت، فوائدها كتير جدا وطعمها في منتهى الجمال. خلاص كده ظبطنا السلطه بتاعتنا، محتاجين بقى نقدمها. فهنجيب بقى البولات الصغيره ونعمل برده ايه اطباق صغيره كده زي الكبيره. هاخد بقى بالمعلقه كده هنا وابتدي احط في نص الخس اللي انا حاطه ده. طبعا احنا قلنا الاوراق بتاعت الخس البلدي ممكن نعمل بيها دي، الاوراق الكبيره اللي احنا مش هناكلها يعني ممكن نستخدمها في التزيين او التقديم ده. وبعد كده هرجع اقدمها. ومهم جدا احنا نعمل السلطه من قبلها بشويه عشان تحط في التلاجة تسقع كده وتشرب بقى الليمون وزيت الزيتون، يبقى طعمها في منتهى الجمال. بعد كده اقدم دي، وبكده خلاص عملنا كل الوصفات بتاعتنا النهارده. عملنا السلطه وعملنا اللحمه بصوص المشروم، وادي كده ايه شكل الطبق الصغير اجمل بكتير من الطبق الكبير. عايزين نفكركم بحاجه مهمه جدا، ان سفره عامله عروض على كل المنتجات بتاعتها في نهايه كل اسبوع. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم. والسلام ختام.